لكن اينو برضو في نفس السياق، مين برضو كان مدعمك في قرار انتقالك من الزمالك للاهلي وده عايز قلب اسد؟ اه طبعا اسد. ها يمكن انا الاسد ده ما فكركش في حاجه. انت شفت بقى الاسد ده؟ طب ما تيجي نوريه للمشاهدين. طب الاسد ده جبته ولا لا؟ تيجي نوريه للمشاهدين. لازم طب والله لو اوريكم فيديو لاينو يا جماعه. طب مش انت تخاف من الاسد؟ مش هتصدقوا ان انا بخاف من القطه. انا اساسا عامه بخاف من القطه بس هو حصلت كده ف طب ما تيجي نشوفه يلا مع الساده المشاهدين. مخدر الاسد. تعالى يا بيبو نشوف كده اينو عمل ايه مع الاسد ونرجع لحضراتكم على طول. اينو يا جماعه لا ده يعمل اي حاجه ده يعني بيعمل لقطه دي هو خض الاسد اللي هو كان شبعان. لا وبعدين يعني هو الاسد كويس اللي هم كانوا مأكلينه قبل العرض. وبعدين دماغه برضه دماغ اينو برضه ده مش هيفكر هياكل على طول يعني هو كويس اللي الاسد ده كان انت شبعان. انت عملت الحركه دي ازاي؟ بص هقول لك على حاجه. انا يمكن الموقف ده او العرض ده انا كنت في السيرك عامه. كان حسن الحلو صاحبي كان بيلعب معايا في ناشئين الزمالك من عيله الحلو فهو دعاني ان انا اروح عنده. طب انت ما قلقتش الزمالك؟ ما قلقتش؟ انا كنت خايف جدا. انا بخاف عامه طبعي. انا لو شفت قطه بخاف. انا عارف. عارف مش عارف. بس هو ايه بعد ما العرض خلص وكان يوم ظريف قال لي تعالى ايه نعمل حاجه كده. قلت له يا ابني انت بتهزر اعمل ايه ده اسد ده وانا داخل اهزر مع ده هي اسد قطه هي قطه. قال لي تعالى بس ما تخافش بس انت خلي عندك ثبات انفعالي. قلت له ثبات ايه هي دي ما فيهاش ثبات انفعالي. وبعدين خلي بالك ممكن يكون الاسد ده انتماءاته مختلفه مش اهلاوي مثلا. انت عارف الناس حتى كلها الجمهور اللي كان واقف لما شافوني قال لك لا احنا عايزين نشوف ده هيتعامل معاه ازاي. وبعدين انت عارف اللقطه كلها بالك من حاجه اينو لابس مخطط. ايوه انا عشان ازغلل له عليه ده هو قال لي ايه قال لي يعني نام كده وامسك الخشبه وما تبصلوش وخلي عندك ثبات انفعالي. فانا طبعا ايه انت عارف انا ما شفتوش. انا لو كنت شفته انت عارف انا لما قمت كده انا عمال اقول ايه اتشهدت وقلت انا حي كويس اللي انا حي. لا هو اسمع مني بص على وشه هتلاقي وشه محمر قوي مش مصدق. صعبه جدا. وبعدين عارف كمان ناس كتير انت تخاف من الاسد ولا تخاف مني؟ انا بخاف من اي حاجه. بخاف من اي حاجه. انا لما شفت الفيديو بتاعه ده شريف بعته لي بينهزر بيهزر انا قلت ايه ده لما الاسد عدى مره واتنين قلت مش اينو خالص. لما شفته وقف اينو قلت ناس كتير استغربت يعني ناس كتير لما نزل على الفيسبوك ناس كتير ازاي اينو اصلا يعمل كده. سيبك من اينو ازاي اصلا بني ادم لو هو مش مدرب طبعا. في السيرك او واخد على الاسود يعمل كده. طبعا انا لما عملت كده يعني عارف كنوع من انواع الفكاهه والهزار بس الناس تقول لك برده هزار مع الاسد انت هتهزر مع ده مش ده اسد. قلت لك دلوقتي كنا نعمل ايه بقى؟ انت عارف ان الاسد ممكن اصلا ياكل بياكل المدرب بتاعه لو جاي عم ايوه ما بيقدرش. بس انا ايه هم كانوا المدربين كلهم واقفين ورايا يا ابني انت وقاعدين مديني الامان قوي وكل واحد واقف بحديده كده اللي هو لو في حاجه ما في حتى بس هو ساعتها انت بس لو عمل كده خلاص شكرا خلاص ده بلعك. الله يرحمك يا اينو برده الله يرحمك يا اينو ساعتها كان ملمع دماغه برضه. ايوه ده هو هيقول لك بس ده حته ايه ولا احسن حته لحمه ده طبعا دماغه بتلمع وحاجه جميله برضه على الهواء. لا هو انا شايفك حسن والله حسن انت عارف حسن حسن زمان قاعد مستني دلوقتي خلي بالك بلاش موضوع حسن ده عشان الناس شريف القمه بين الاهلي والزمالك هتبقى قمه طول عمرها طبعا. الاهلي اسماعيلي مع احترامي طبعا الاسماعيلي اهلي مش عارف مين زمالك مش عارف مين لكن اهلي وزمالك لازم تقف وتتفرج على الماتش 90 دقيقه ما ترمش فيهم.